الحمد لله الذي ارتضى لعباده دين الإسلام وأكرم المؤمنين بخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن من السنة الحسنة التي غب فيها رسول الله بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. الملك المظفر عمل المولد لم يسبقه بذلك أحد قبله، وكان هذا الملك ملكا عادلا تقيا حسن السيرة، فوافقه العلماء على عمله هذا، فصار المسلمون الأمراء والملوك والعامة يهتمون بذلك اهتماما شديدا، ولا سيما أهل مكة أهل المدينة وأهل مصر. وما طعن فيه أحد من أهل الاعتبار للعلم والتقوى، قد أقره حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن الدحية، قد ألف رسالة في عمل المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير: يا أيها المسلمون اغتنموا بركة هذا المولد واهتموا به فإنه خير عظيم.